שנייה משם של מה? סבח, הרת הבוות, דירו לבו. בלחד, נפש לבעלון, הרת הבוות מהקש, בדיוק של ג'מה. הכי אתה, דירו ג'מה, 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 ואם אני לא חושב שדירו להם להרתף, הוא קורא לו פועל. רק אשתרת לקחת את זה לקחת את הג'מעה, וחד לו לו וחדי יבוא צביך, זאת שווי אחרי מי לחד בישב של מה, ומד אל אה, סבח, דירו לו פועל לי. תבוון, ודירו לו של ג'מעה, למי יהיה תבוון, דירו לו לג'מעה. נטלה בין הרתף את המנת לקה, ואוסבע. נרגיעה. الآن كيف شيء يتم الاتفاق مع الطفل لازم ندير اتفاق قبل ما نقول الجملة نقول الاتفاق نقول الأقوال اقترحنا ثلاث هدايا لو كان قبل ما ثلاث الجو كان خيروا هدية من هذه الهدايا وأنا قريت في نهاية الأسبوع كل أسبوع يطمني ثلاثة كي يطمني ثلاثة واش ندير ثلاث الجو نعطيه هدية هو واش يدير يختار لي ثلاثة هدايا خلاص واحد اثنين ثلاثة أنا خير واحدة من الهدايا نعطيها له يوم جمعة نزيد أقول لك كيف نشوف كله زيد أختار هني ثلاث عقوبات إذا ما طميت لي سنت نجوم وش نديرو كاين عقوبات أختار هني العقوبات يختار حتى ثلاث عقوبات واحد اثنين ثلاثة وأنت تخيل وحدة من العقوبات ترجع الآن الطيف مشكلة تعاملش معك مع تبوه بس هو اللي يجيب له الهدية ولا يجيب له العقوبة إذا لو ما وصلش الهدية فاحنا شو يفكر كيف شيء بيتي فينا كيف يغير سلوكته وهذا التمرين رائع جدا لا دليل على الوقت السابق تخلص من السلوك وانما راح يعلم اشياء كثيره جدا اهمها ناخذ جيد قم بتعليق الجدول في الغرفه هذه القوانين قم برسم نجمه في المكان المخصص انت تدير نجمه مش انت تدير طلب يعني. أطلب من الطفل أن يجمع ثلاثة نجوم قم بعقد اتفاق مع الطفل يعني بدل ما يطلب ثلاثة نجوم أخطأت هدية ثلاثة نجوم نعم ما تحدش أيام أنت في نهاية الأسبوع يعطيك ثلاثة نجوم يعني يقدر يكون متسلسلين يقدر يكون يقدر يعطيك أربعة خمسة المهم أنت المينيموم ثلاثة على لأنه في أسبوع اللي راح تولي في أربعة مش فاري ورا جيب له تربية الآن يختار لك ثلاثة على الهدايا وانت تزيد في الوحدة منها وتزيدوا أيضا يختار لك تبع عقوبات تخيل وحدة منها في الأسبوع إذا اختار الابن فتصبح العقوبة يعني المشكلة بينه وبين الخطأ وليس بينك وبينه في الحول أن يتجنبك وهذا هو يعني التفليس فقط تحكم في الجدول وإنما يعني حتى رفع المسؤولية لأنه حط هدف وحط النتائج اللي يوصل إليها وبالتالي يتحمل مسؤولية النتائج اللي يوصل إليها لاحظوا جيدا بإمكانكم الآن أن تزيدوا نجمة كل أسبوع اليوم ثلاثة نجوم وغدوة أربعة نجوم وغدوة خمسة نجوم وغدوة ستة نجوم وما تشمل الأولى سبعة نجوم وكنت لاحظوا الآن لاحظوا جيدا أسبوع الأولى رقمنا ثلاثة واللي وراها أربعة شحال يقول لك؟ أربعة زي ثلاثة شحال تساوي؟ سبعة أوكي صار ربع شحال يساوي؟ سبعة زيدينهم خمسة شحال يساوي؟ 12 زيدينهم ستة شحال يساوي؟ 18 صح زيدينهم سبعة شحال يساوي؟ 24 24 معدل تدرب على اي مهاره جديده تحقق في اي عاده جديده هو 21 يوم خلاص يعني كاين في اقل من 21 يوم وكاين في شويه 21 وعند البشر 21 يوم هذه في 24 يوم يعني في الاخير انا شخصيا فيني انا كامل ما يفوتوش 15 يوم يتحكموا في التدريب ونهائيا يشوفوا فقط يحتاج الى تدريب لكن نحن جيده وش قلنا؟ قلنا هذا تدريب خلاص السلوك باش نعالجوها واش كاين؟ كاين قبله احتياج وبعدو عاده تعود عليها صح هو كاين نتيجه احتياج وما تولى عاده اذا ما ربطتوش قبل مربوط بالبرمجه اللي هي العاده وكاين مربوط ايضا بالاحتياج حنا نشبه الاحتياج اللي هو العاطفه ونعد بناء عاطفه قويه مع اقلامنا وبالتالي الان تغيير العاده
تغيير عملية كرب هذا الشكل قد تغيير العمل. لكن إذا تبقى مشكلة عملية فيه تحتاج تغيره بنقطة في مكان ثاني. ولأن دائما يكون عندك مشكلة في تشبه احتياج ثم تغير العادة. خلاص بيعنا جديد. خلاص؟